مايان سلام جد وسلام نافنوف لاباس عليك لاباس زينب وانت لاباس عليك شكون تعاود بخير وجد وبيان لاباس عليكم لاباس توحشوني وتوحشوا الاصدقاء ديالكم توحشناكم اصدقائي مرحبا بكم حتى نتوما في هذه الحلقه المميزه ديال برنامجكم الشيق عالم زينب و نافنوف في هذه الحلقه اصدقائي غادي نتعلموا امور جديده غادي نعيشوا مغامرات زوينه غادي نمشيو نتلاقاو الصديقه ديالنا سلوى غنتلاقاو البروفيسور غنتلاقاو حتى الصديقه ديالنا الفا الفضائيه ياك نافنوف يا صديقتي زينب وكذلك غادي نشوفوا الاصدقاء ديالنا اللي كيصيفطوا لينا الرسائل هذه الفقره نافنوف عمرك ما كتنساها حيت فقره ديالي انا سميتها اصحاب نافنوف ايوا جادو بيان ونافنوف واجدين لهذه المغامره ديال اليوم واجدين اللي كتفرجوا فينا اكيد غتكونوا حتى نتوما واجدين الحلقه ديال اليوم بحال جاد وبيان ونافنوف حيت حنا واجدين بزاف برافو عليك يا جاد نعم صديقي نافنوف انا راه فيه الجو نافنوف انت بان ليا في خبارك الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم ياك غير قول لينا لا 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 صافي مابقاش فيه الجو كيفاش ما بقاش فيك الجوع نافنوف وغير قول لي دابا صافي راه عقت بك عارف الموضوع ديال الحلقه ايوا صافي دابا نقول لك الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم الموضوع ديال اليوم غادي يكون على التغذيه يابي اكيد نتوما اصدقائي غتكونوا متحمسين بزاف باش تعرفوا على بزاف ديال الحوايج على موضوع التغذيه ولكن باش نتعرفوا على كل شيء بخصوص موضوع التغذيه خاصنا ضروري نعيطوا لواحد الشخصيه معروفه كنعرفوها وعزيزه علينا بزاف شكون هي نافنوف بروفيسور غادي نعيطوا دابا لمن بروفيسور يلا نعيطوا ليه بروفيسور تخيلوا معايا الجسم ديال الانسان بحال شي طوموبيل والطوموبيل باش كتحرك بالمحرك مزيان والمحرك واش خاصو الطاقه وكيف ما كيقولوا صحتنا في غذائنا يعني الا بغينا الجسم ديالنا يخدم مزيان خاصنا ناكلو مزيان ولكن واش عارفين مناش كيتكون النظام الغذائي ديالنا لا الأغذية مقسمة لسبعة ديال الأصناف وكل صنف عنده القيمة الغذائية ديالو يعني شحال كيعطينا ديال الطاقة هاد الأغذية كتكون لنا ما يسمى بالهرم الغذائي نبداو بالجزء الكبير ديال الهرم واللي هو الجزء التحتاني شنو كنلقاو فيه؟ كنلقاو فيه السوائل بحال الماء أو العصير علاش هاد الصنف هذا جا لتحت؟ لأن فيهم الماء والماء كيمثل من 65 حتى 80% من الجسم ديالنا داكشي علاش خاصنا نشربوا الماء بزاف من اطرو حتى الاطرونس في النهار كتجينا في المرتبه الثانيه مجموعه الحبوب الحبوب بحال العدس اللوبيا والروز هاد المجموعه كتعطي للجسم كل ما كيحتاجه من الطاقه باش يدير النشاطات ديالو من بعد مجموعه الخضر والفواكه مجموعات الخضروات والفواكه هذه المجموعة مهمة بزاف للجسم واللي خاصكم تعرفوا هو أن خاصكم تاكلوا على الأقل من 3 حتى 5 الخضار والفواكه يوميا حيث ما فيهاش الدهنيات وفيها بزاف ديال الفيتامينات والمعادن وهي مصدر مهم للألياف من موراها عندنا مجموعة الحليب ومشتقاته بحال الفرماج والياغورت هاد المجموعة كتعطينا بزاف ديال البروتينات والكالسيوم اللي مفيدة للعظام ودابا مجموعة اللحوم أو لا البروتينات هاد المجموعة كنلقاو فيها اللحوم الحمراء وحتى اللحوم البيضاء بحال الدجاج والحوت مثلا وحتى البيض لأن فيهم مصدر كبير ديال البروتينات والكالسيوم ومن الأحسن تاكلوا اللحوم اللي ما فيهاش الدهنيات بحال الدجاج أو السمك لأن الدهنيات اللي فيهم فهي دهنيات صحية الرأس ديال الهرم كنلقاو فيه الدهون والزيوت والسكر بحال الشوكولات مثلا هادشي ما خصناش نكثروا منه بزاف ومن الأحسن نعوضوه باللوز والقرقاع مثلا إلا لاحظتوا معايا أن الهرم غادي وكيصغار يعني شحال ما طلعنا في الهرم شحال ما خصنا نقصوا من الكمية ديال داكشي اللي كناكلو ولكن ما تنساوش أن الجسم ديالنا محتاج لأطعمة متنوعة ومتوازنة باش يولي عندنا نظام غذائي صحي واش مفاهمين؟ يلا بسلام عليكم ونتلاقاو في الحلقة القادمة باي باي بروفيسور
ديال الخضر والفواكه، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، الحليب ومشتقاته، هي زيت، هنا عندي قطنيات، حبوب، لا سوائل، سوائل مهمة خصنا نشربو منها بزاف، وغادي يجي طاجين كبير هذا، دون لا ماشي بزاف، عاشوية صافي، عاشوية، نخلط الزيت مع الماء، شكون اللي غيطلع للفوق؟ مايمكنش. لا خليك حتى الطاجين الجاي، حتى الطاجين الجاي. شكرا بزاف صديقي البروفيسور، عرفتي راه شهيتيني بزاف. كيبانوا لي الخضروات والفواكه واللحوم والحليب. واو 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 شحال جبتي لي هذا الجوع. نف نف، واش كتاكل كل شيء؟ انا كناكل كل شيء، اي حاجه طيبه يا ماما كتعجبني. وحتى الاصدقاء اللي كيشاهدونا غتكونوا اكيد كتاكلوا حتى نتوما الفواكه وحتى الخضر وكاع الاغذيه السليمه اللي هضر عليها البروفيسور قبيله. وكل الخضر حيت هو مفيد للصحه، وكل الفواكه تما مفيد للصحه. شكرا بروفيسور على كاع المعلومات اللي عطيتينا، ونتلاقاو في الحلقه المقبله. ودابا صديقي نفنف قول لي شنو هي الفقره اللي جايه مورا البروفيسور؟ غادي نمشيو نديرو فقره ديال الرشاد. برافو عليك، واش نتوما واجدين ومتحمسين؟ واش واجدين بزاف نتلاقاو صديقة ديالنا الفا؟ واجدين. يلا نعيطوا لها حيتاش هي راه جايه عندنا من الفضاء. الفا 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 يم 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 الفا. سلام وليدات، انا جيت عاوتاني، لاباس عليكم؟ لاباس. توحشتكم بزاف. وانتوما؟ اليوم جايبه لكم واحد التجربه واو، ولكن ما كتشبهش التجارب اللي قبل. اليوم غادي نديرو واحد الوصفه زوينه بزاف. وشنو هي؟ قولوا لي واش كيعجبوكم الفواكه؟ وي. واليوم غادي نصوبو سوسات ديال الفواكه. وكي غنديروا ليها؟ نفنوف خلي بعدا الفا تورينا كيفاش غنديروا ليها. واخا صديقتي زينب. واجدين؟ واجدين. غادي نحتاجو الفواكه مقطعه لدوائر، حقنه ديال البلاستيك مقطعين ليها الراس ديالها، وقطيبة ديال العود. إذا غنحتاجو فواكه مقطعة على دوائر، حقنة ديال البلاستيك مقطعة، وقطيبة ديال العود. أنا اليوم اختاريت هاد الفواكه، الفريز، التفاح، الكيوي، المونغ، والبنان. حتى نتوما عندكم هادي الخوي؟ يلا نبداو. غادي ناخدو الفريز هو الأول. كناخدو الحقنة ديالنا وكندخلوها في الفريز باش يعطينا شكل دائري. وراها كناخدو التفاح وكنعاودو نفس العملية، الكيوي، المونغ، وكنساليو بلا فخيز مرة أخرى. كناخدو قطيب ديال العود وكندخلو في الفواكه باش ما يطيحوش لينا، وكندفعو الحقنة باش يخرجوا لينا الفواكه ديالنا. وهكا كنكونوا صوبنا سوسات ديال الفواكه. واو غادي تكون بلينة سوسات. ملي غنصوبوها غادي نذوقوك. شكرا جد. وانت صديقتي بيان غنذوقي لولا؟ غنذوقك. يبي غناكل اليوم الفواكه بزاف. عندك الحق صديقي نفنوف، اليوم غادي ناكلو كاملين بينا بزاف ديال الفواكه، وغادي نعطيو لوكور ديالنا بزاف بزاف ديال الفيتامين. واش واجدين؟ واجدين. وتا انا واجد ناكلهم. ولكن قبل ما نبداو خاصكم كاملين بيكم تقولوا لي شكون هما لي فخوي اللي كيعجبوكم بزاف. بيان؟ انا كيعجبني بزاف التفاح. وجاد؟ انا كيعجبني دراجون فروت والليجاس. ونفنوف انت شنو كيعجبك؟ انا كيعجبني الفراوله، كتعجبني التوت، كيعجبني البيويت، كيعجبني الدلاح، كيعجبني كيعجبني. هي اللي بغيتي تاكل كاع هادشي اللي جبنا اليوم وصافي ياك نفنوف؟ واخا ميم ميم ميم. ولكن قبل ما نبداو الوصفه ديال اليوم غنحاولوا نذكروا كاع داكشي اللي قالت لنا الصديقه ديالنا الفا. جات بيان اشنو قالت لنا؟ شنو هما الامور اللي خاصنا نستعملوا في هذه الوصفه؟ اول حاجه كنحتاجوا فواكه متنوعه. برافو عليك بيان. كنحتاجوا قطيبات. برافو عليك. وكنحتاجوا حتى اون سورينغ. حتى نتوما اصدقائنا اللي كتفرجوا فينا ما تنساوش ديروا في داركم هذه الوصفه، لانها واعره وبسيطه ومميزه ومفيده بزاف للجسم حيت فيها بزاف ديال الفيتامين. واش واجدين الاصدقاء نديروا هذه الوصفه اليوم؟ واجدين. وحتى انا واجد
حيت غادي ناكل في الاخر. وباش نصاوبوا لا سوسيت دو فروي اليوم عندنا تفاح، كيوي، لا بانان، المانغ وحتى لي فريز. باش بغيت منين نبدا؟ المانغ. دونك غادي نهزو المانغ اللي عندنا في لاسيت، ومن موراها داير تفاح، وموراها غادي ناخذ التفاح. ودابا غنهزو لا سيرانك دو بلاستيك وغادي نخشيوها في وسط المانغ. ودابا غنهزو هاد لو مورسو اللي خشينا في وسط لا سيرانك. ودابا غنديرو نفس العمليه للتفاح بحال هكا. جاد وبيان هما اللي غيكملوا هاد الوصفه. جاد اشنو بغيتي تاخذ؟ اين فخوي؟ لا فريز. دونك جاد غادي نعطيوه لا فريز، وبيان كيوي. وبيان غنعطيوها كيوي، وغنعطيو لجاد يبدا بلا فريز. برافو جاد. ودابا غنعطيو لبيان هي اللي غادي تاخذ لينا الكيوي. برافو عليك بيان. نافنوف قولينا شنو هو لو فخوي اللي تبغينا نزيدو؟ انا بغيت البنان. وصافي دابا غادي نهزو ان مورسو دو بانان، غادي نخشيوه وسط لا سيرانك، وغادي نهزوه بحال هكا. ودابا اصدقائي مين سالينا الفواكه اللي عندنا في لاسيت، كنوصلوا للمرحله الاخيره. ناخذ القطيب باش نخرجوا الفواكه. دونك غنشدوا القطيب غنخشيوه في وسط لي فخوي اللي عندنا في وسط لا سيرانك، ومن بعد غادي ندفعوا لا سيرانك من الفوق باش تخرج لينا لا سوسيت ديالنا. ودابا اصدقائي هذه هي النتيجه ديال لا سوسيت دو فروي ديالنا. واش عجبتكم؟ زوينه. ودابا شكون فيكم غيديها لنا فنوف باش يذوقها؟ انا. وهذه المره جاد نعطيوها لبيان هي اللي يديها لنا فنوف. يم 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 يم. شكرا بيان. العفو. وكتبان زوينه بزاف، ولكن خلوني تنذوقها ونقول لكم كيف جاتني. غادي تكون بنينه طبيعه الحال بيان، حيتاش فيها بزاف ديال لي فخوي. وانت صديقي جد في المنظر مليار من عشرة، ولكن المذاق تيقول لنا فلوس. وحتى انتم اصدقائنا اللي كتشاهدونا ما تنساوش انكم تجربوا هذه الوصفه في الدار، لانها وصفه واعره وسهله ومفيده بزاف للجسم، فيها بزاف بزاف ديال الفيتامين. واش عجبانكم هذيك لا سوسيت اللي درتو؟ عجبانا. وغتكون مليانه بزاف. السلام عليكم. سلام. شكرا لكم كاملين. وبهذا غادي نغني لكم اغنيه. وي انا كنت غنغني، حيتاش غتغني لينا اغنيه؟ صديقي البرتقال ضحك لي وقال انا حلو عسال، ذقني ولا تسال. بابا. برافو عليك صديقي نافلوف. شكرا شكرا شكرا. انا وجادو بيان عزيز علينا صوتك بزاف، وحتى الاصدقاء اللي كيشاهدونا عزيز عليهم بزاف يتبعونا. عرفتي علاش؟ علاش؟ حيتاش ديما كيبغيو يسمعوك كتغني ليهم. ايوا صافي انا غنبقى ديما نغني لكم. اصدقائنا اللي كتابعونا كاينه واحد المقوله معروفه بزاف، عرفتوا شنو كنقولوا فيها؟ كنقولوا فيها العقل السليم في جسم سليم. برافو على جاد بيان وحتى نفنوف، حيتاش نتوما بثلاثة بيكون مشاهدين بحال الاصدقاء اللي كيشاهدونا. ها زينب عرفتك بغيتي تفكري لنا في الفقره ديال الرياضه مع علي. تبارك الله عليك انا فنوف، ما خليتي لي ما نقول. صافي كيدير شنو خاصنا نديرو باش نمشيو على علي؟ الحركه السحريه. ايوا يلا نبداو. ثلاثة جوج واحد. علي علي فين هو علي؟ ما عرفتش فين هو، من الصباح حنا كنقلبو عليه ما لقيناش. علي 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 خلعنا بزاف، كنقلبو عليك من الصباح وما حشناكش كاع. تعطلت ياك؟ اه تعطلت غير هكاك. كاينه واحد المفاجاه درت كديتها ليكم زوينه. شكرا. تمشي تشوفوها؟ اه يلاه دريت راح نروح. لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف
هي المفاجأة زوينة عجباتكم؟ اه انا نشرح لكم هذه اللعبة سميتها لعبة الكراش. أه. يعني كل واحد فيكم يختار له. انا ازرق. ازرق واه. غنديروا واحد غنوريكم ندير لكم واحد تيست صغير باش نشرح لكم اللعبه. الا كاينين بزاف ديال الكراج واخا كل واحد غياخذ اللون ديالو اللي غادي يهزل وخصو يمشي كيجري من هنايا ويقز ويلوحد الكره يلوح هنايا ويرجع كيجري من هنا تساليو اللون اللي اختاريتو. فاش تساليو اللون اللي اختاريتو ديك الساعه نشوفوا شكون اللي غيسالي الاولاني. اللي سالي الاولاني هو اللي غادي يربح. فهمنا؟ واخا نمشي نجيب ديك الكره باش نبداو. صافي واجدين؟ واجدين ثلاثة جوج واحد طب عليك يلا 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 بيت يلا يلا بيت علي بيت علي بيت علي بيت علي علي برافو بيت يلا يلا باقي بيت علي بيت علي بيت علي بيت بيت يلا جيت علي زيد برافو زيد يلا باين يلا باين يلا باين باقي لك ثلاثة باقي لك ثلاثة باقي لك ثلاثة زيد غادلك وحدة برافو زيد يلا زيد عندي زيد زيد عندي زيد عندي زيد زيد باي باي برافو صافي برافو سبور راسكم برافو عليكم الوليدات برافو عليكم يلا سلموا بعضياتكم ودابا غنمشيو نشوفو شكون اللي ربح يلا 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 نبدا واحد جوج عندي الكبير ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حسوا معايا ثمانية سعود عشرة غردو دابا نحسبو ديالك جاد ياك أييه يلا نحسبو ديالك جاد أجي وحدايا حسبو معايا أجي وحدايا لهادشي واحد ستة جاد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة يعني شنو هو؟ تعادل. برافو عليكم برافو عليكم نرجعو كلشي لبلاصتو يلا رجعو لبلاصتنا تبارك الله عليكم الوليدات عجبتكم اللعبة؟ واخا درتو التعادل ما عجبتو لعبتو مزيان مزيان غتمشيو تعاودوها في الدار ياك ضروري غتوريوها لصحابكم ضروري تانتوما الوليدات خصكم هاد اللعبة تلعبوها ضروري وغتلعبو بها مزيان وغتعجبكم فاهمة؟ دابا غنقول لكم بسلامة وقبل ما نقول لكم بسلامة عندي لكم واحد المفاجأة وكنخليوها للمرة الجاية باش نتلاقاو صافي فهمنا غتكونوا واجدين متحمسين متحمسين يلا فايزي السلام عليكم باي باي, باي, باي. كلسنا كنهضروا على الطاجين ونسينا عاوتاني الوليدات واش غنبقاو ديما نساو جادو بنان لا 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 يلا نجيبوهم يلا يلا ثلاثة ثلاثة جوج واحد هايمة واو جاد بنان قولي كيف جاتكم الحصة ديال الرياضة مع علي جات واعرة بزاف مشتو مزيان مزيان برافو عليكم أصدقائي ما تنساوش ديروا الرياضة دائما لحقاش مفيدة بزاف للصحة نافنا قولي لنا انت يا كتلعب سبور ولا لا انا راه كندير رياضه كل نهار ودائما انا اللي كنهضر الالعاب صديقي علي باش يلعب مع جاد بيان برافو عليك نافنوف هكا نبغيك وانتوما اصدقائي دابا مورا ما سالينا هاد الفقره وجدنا فيها مزيان ودرنا فيها سبور ومشى جاد بيان تا هما داروا سبور
دابا غادي نمشيو لواحد الفقره اللي تانية مميزه وعزيزه علينا كاملين. واش بغيتو تفكروني فيها ولا لا؟ فقره بلادنا مع نفنوف. نفنوف وين نفنوف؟ مالك ساهي؟ ما فهمتش انا دابا كنت ساهي كنفكر في سلوى. فين غادي تكون دابا؟ بصح حتى انا بغيت نعرف فين كاينه. بحال كل حلقه سلوى غتجينا نكتشفوا كنز من كنوز بلادنا. واش واجدين نمشيو عندها؟ لا. سلام زينب. سلام بايا نجاد. سلام نفنوف. والسلام اصدقائي. اليوم الاصدقاء ديالنا جابونا باش نكتشفوا العاصمه الثانيه ديال بلادنا. علاش؟ واش المغرب عنده جوج ديال العواصم؟ انا بعدا عمرني عرفتها. المغرب عنده العاصمة الثانية واللي هي العاصمة الاقتصادية. أكيد وهي القلب النابض ديال بلادنا. شكون عارف فيكم فينا مع أصدقائنا؟ الدار البيضاء. ولا 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 قلتوها بالزربة حتى أنا راه عارفكم في كاينين. وهذاك اللي وراكم راه سميتو مسجد حسن الثاني. يلا نشوفوا في الخريطة ديالنا فين كاينة الدار البيضاء. عليكم اصدقائي، حنا في العاصمه الثانيه في مدينه الدار البيضاء واليوم غادي نكتشفوها مجموعين. يلا معنا. تعرفنا على المدينة الحديثة ديال الدار البيضاء وقضينا وقت زوين ودوزنا مغامرات زوينة، ياك يا ياسمين؟ دوزنا وقت زوين. وانت ياسر؟ وقت زوين بزاف. صافي، داكشي علاش دابا غادي نمشيو باش نتعرفوا على تاريخ ديال مدينة الدار البيضاء وغادي نتلاقاو في الساحة. يلا معنا. تف تف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بالعكس مزيان. دونك السي حاتم اصدقائي داروا بيا واحد الجوله رائعه في مدينه كازا ولكن وروني غير كازا لا فيل موديرن. داكشي علاش انا قررت انني نفاجئهم ونجيبهم عندك باش تورينا كازا المدينه القديمه. يلا مرحبا. يلا نمشيو. دابا ديال الكره الارضيه اللي كنت نشيكم عليها شال لان الشكل ديالها كروي بحال الكره الارضيه. هكاك شبان لك يا ياسمين؟ والله هلا. صحه تم؟ ايوا ملي كتشموا ريحه الخبز نوريكم فين كيتصايب الخبز. يلا نشوفوا. واش كيصايبوا غير الخبز؟ كيصايبوا غير الخبز بلدي بالعود. صباح بخير. كلشي لاباس؟ مزيان الله يبارك فيك. السلام عليكم. صباح عليكم. مرحبا ضيوف ديالنا ديال المدينه القديمه. مرحبا بهم. كتسولوا على كيفاش كيصايب الشمس؟ اييه ياك ياسمين. اخ سلال هو اللي غيوريكم كيفاش كيصايب الشمس. شري الوليدات دي زيتاب ديال السفنج دو ا ا زد. صافي دونك اول حاجه حطيتيكم في الماء يلاه باش ما تلصقش لكم العجينه في يديكم. شوفوا مهدي، شوفوا مهدي كيفاش غادي يجبد العجينه. اها برافو يا سير. مسبل خطا. يا سير غادي. شو 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 يا سير كيصايب السفنجه مقاده. يلاه مهدي وريه كيفاش يهبط بشويه. شد ليه في يدو مهدي عافاك ماشي تما بشويه. اولا ما تخلاش تقربها مهدي. برافو يا سمين. برافو يا سمين. برافو. فوالا ها هما السفنجات ديالكم اللي صيبتوها. بعدا باينين كيشهيو ياك. هذا زوينين. ياسر باغي دوك. ياسر غادي ياخذ هذوك السفنجات اللي صيب هو. دونك نشوفوا ياسمين هاد السفنجة عقل على هي اللي صيباتها. ها هي. ياسر راه عقل على بزاف. ياسر عقل السفنجة ديالو. ياسر. الله. زوين.
إذن أصدقائي وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة ودوزتوا معنا حتى نتوما واحد الوقت زوين بزاف. نتلاقاو في حلقة جديدة مع مغامرة جديدة، ولكن بالله تعالى سول أصدقائي فين غادي تديوني المرة الجاية؟ نخليو لك مفاجأة. نقولوهاش لك صافي. واش تو أصدقائي نتوما غنخليو عليكم مفاجأة. شنو بغيتي تقول لنا فنوف؟ ولكن كان وعدك المره الجايه غادي يصيفطوا لينا حقنا كاملين. يومي اصدقائي شتو بلادنا فيها كنوز كبيره، وهادشي اللي بريناكم غير شويه من بزاف ديال الحوايج اللي زوينه كاينه فيها. لعبنا وضحكنا بزاف والحلقه ديالنا مازال مستمره معكم اصدقائي. اي اصدقائي مازال مستمره، ودابا غادي نمشيو للفقره اللي عزيزه عليا بزاف واللي كنشوف فيها الاصدقاء ديالي. نفنوف يلا دابا خاصك تورينا لي فيديو اللي وصلوك. يلا اصدقائي نوريكم اول فيديو مع صديقنا مراد. سلام زينب، بغيت نسولك واش حتى انت تزيدني نعلق الفواكه والخضر حيت انا كنحماق عليهم. شكرا مراد على هاد لا فيديو زوينه، كنحماق ناكلي فخوي ولكن ما كيعجبونيش الخضر. ولكن قلت ليه مورا هادشي اللي سمعت من عند البروفيسور، انا وعدت وعد جاد وبين اني غنولي ناكل كلشي مزيان. برافو عليك زينب. ودابا اصدقائي غادي نمشيو لتاني فيديو اللي مصيفط لينا اسير. هالو ماي نيم از اسير، انا عايشه مصطفى في المار. بحب نكلوف وزينب قوي 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 مع جاد وبيان. بحب برنامجكم قوي قوي قوي. اصدقائي الواعرين والزوينين، شكرا بزاف على كاع هاد الفيديوهات اللي كتصيفطوا لينا. بقاو ديما تتابعونا وديما تصيفطوا لينا بزاف ديال الفيديوهات باش تبانوا في الفقره المفضله ديالنا فنوف، فقره اصحابنا فنوف. ودابا اصدقائي مور ما سالينا الفقره ديال اصحابنا فنوف، وصلنا للفقره الاخيره في الحلقه اليوم ديال البرنامج. واش عرفتوني بعدا شنو مخبيه لكم في هاد الفقره ولا لا؟ باينه غتكوني جايبه لنا شي قصه جديده. حكايات حكايات جاد بيان نفنوف وحتى الاصدقاء اللي كيتابعونا، اليوم جبت لكم واحد القصه رائعه غادي تحماقوا عليها. قولوا لي راكم واجدين باش تسمعوها. واجدين. اذا يلا ونمشيو دابا نسمعوها. جاد بيان وحتى نفنوف، اليوم جبت لكم واحد القصه واعره غادي تحماقوا عليها. وشنا هي القصة اليوم يا صديقي جاد؟ كتهضر على واحد الموضوع شيق ومفيد بزاف، سميتو التغذية ولا لا نوغيتور. وحتى نتوما اصدقائي ما تنساوش انكم تصنتوا لهاد القصة، انا متأكدة غادي تعجبكم وغتستافدوا منها بزاف ديال الحوايج. ودابا كنقول لكم نتلاقاو في الحلقة المقبلة، مغامرة زوينة ومفاجأة جديدة كتسناكم في برنامجكم الشيق عالم زينب وانا فنوف. ودابا اصدقائي يلا هنا مفيد الصحة كياكلوا. ودابا جادو بيان وانا فنوف وصلت النهاية ديال الحكاية ديال اليوم، كي جاتكم قولوا لي؟ زوينة بزاف. واو كاع داكشي اللي تعلمنا مع صديقنا البروفيسور تعلمنا في هاد القصة. عندك الحق انا فنوف. وجاد قولي لنا شنو تعلمتي من القصة ديال اليوم؟ سمعت ان الخضر والفواكه مفيدين للصحة، وكما قال لنا البروفيسور العقل السليم في الجسم السليم. برافو عليك يا جاد، تبع معنا مزيان في هذه الحلقة. وحتى نتوما الاصدقاء اللي كتشاهدونا ما تنساوش ان التغذية السليمة كتمكن الجسم ديالكم انه يحس بالنشاط. ودابا اصدقائنا كنكونوا وصلنا للنهاية ديال هذه الحلقة. السلام عليكم. بسلامه.